في الرابع من أغسطس العام الماضي، أي قبل عام بالتمام، وعند حوالي الساعة 6:08 من مساء يوم الثلاثاء، وقع انفجار في العنبر رقم 12. تلاه انفجار مهول في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق. السبب أن العنبر كان يحوي 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم مخزنة منذ 6 سنوات. امتدت خسائر الانفجار إلى بقية المرفأ ومنه إلى نحو نصف العاصمة اللبنانية، ليوصف الانفجار بأحد أقوى الانفجارات غير النووية. اليوم وبعد مرور عام لا تزال تداعيات الانفجار تعصف بلبنان واقتصاده، فهذا المرفأ كان يمثل منفذاً لنحو 70% من الحجم الإجمالي للسلع التي تدخل إلى لبنان، وعلى مدار هذا العام تراجع الاستيراد إلى ما بين 45% و55%. وإثر الانفجار خرج أحد الأرصفة من الخدمة، حيث يعمل الآن 15 رصيفاً بدلاً من 16، ومن أصل 16 رافعة تعمل 5 رافعات فقط خلال هذا العام، ليس فقط بسبب الانفجار وإنما أيضاً بسبب عدم توفر السيولة اللازمة لإجراء الصيانة اللازمة لها. كما تضررت جميع العنابر البالغ عددها 21 بسبب الانفجار. أما صوامع القمح التي لا بديل عنها في بيروت فقد تضررت بشدة، لدرجة أنها تميل بمعدل 2 ملليمتر كل يوم، وهذا معدل كبير من الناحية الهيكلية، ما يجعلها آيلة للسقوط في أي لحظة. وقدرت خسائر الانفجار إجمالاً بما يتراوح بين 10 إلى 13 مليار دولار. ومع كل هذه الخسائر يبقى التساؤل، كيف ومتى يمكن وقف النزيف؟